معايا عبر الهاتف الآن واحد من المدربين الكبار جدا في المنطقة العربية، واحد من أبرز الأسماء في منطقة كمان شمال أفريقيا، اسم كبير في التدريب العربي، الكابتن الكبير منذ الكباير، المدير الفني الحالي لنادي الرجاء المغربي والسابق للمنتخب التونسي. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10، مساء الخير على حضرتك. مساء النور، بارك الله فيك، تحية طيبة ليك ولكافة المشاهدين والمستمعين. نتشرف بيك يا فندم، دايما اسم كبير في التدريب في المنطقة العربية، وسؤالي الأول لحضرتك فيما يخص بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، كيف تنظر لهذه البطولة من منطق الخبير يعني الآن، وأنت تنظر للأربع فرق المتأهلة لنصف النهائي، ماذا عن الأهلي والترجي وصن داونز وطبعا الوداد؟ المسابقة كما العادة كانت فيها تنافس كبير، كانت فيها مستويات محترمة سواء في الدوري المجموعات، شوف الفرق ما ضمنت التأهل نتاعها كانت المباريات الأخيرة على غرار الأهلي، في الدور الربع النهائي كانت في منافسة كبيرة ما بين الأندية كل، خلات اللي كانوا فيه طابع مميز السنة هذه، خاصة من ناحية الهجوم، خاصة من ناحية عدد الأهداف المسجلة. هذه النسخة اللي تميزت بالقوة الهجومية تقريبا في المباريات الكل. بالنسبة للرجاء كنا في دور المجموعات ممتازين، لكن في المخابط الربع النهائي جينا مع فريق اللي وقت لعبنا معه احنا الرجاء لعب معه بالثوابت نتاعه والاندفاع وبرشا ديترميناسيون وبرشا جرينتا وبرشا حب الانتصار. ما ننساوش اللي كان الرجاء 90% من الفريق جديد مقارنه بالموسم الفارق. في عمليه البناء اصطدمنا ضد فريق الاهلي اللي لعب بالثوابت نتاعه، هي الخبره الفرديه نتاعه، القوه الجماعيه، حسن ادارته، الاوقات مهمه نتاع 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 المقابله، سيختو احنا في المقابله الاولانيه قبلنا هدف في اللحظات الاخيره من الشوط الاولاني بعد ما الرجاء قدم شوط ممتاز، وفي المقابله الاياب ضيعنا ضربه جزاء تقريبا في نفس التوقيت. الاهلي عرف كيفاش يحسن إدارة الأوقات القوية نتاعه والأوقات الضعيفة، خلى اللي كانوا بالنسبة للمسابقة هذه الأربع فرق اللي ترشحت للنصف النهائي وكان ينجم يكون مع الرجاء عندها نفس المقومات باش تمشي للنهائي وتفوز باللقب. أنت واجهت النادي الأهلي في الربع النهائي، هل كنت تتمنى مواجهة فريق آخر غير النادي الأهلي؟ هل كنت تتمنى مثلا مواجهة فريق صن داونز اللي كان موجود في نفس مجموعة النادي الأهلي؟ وإحنا بحكم اللي كملنا في المرتبة الأولى يعني ما باش نلعبوا مع الفرق اللي يحتلوا المراتب الثانية اللي هما الأهلي بلوزداد وشبيبة القبائل. وقت كنت تطمح باش تمشي لبعيد وتلعب على اللقب. اكيد يجي الاهلي في الربع النهائي، اذا ما جاش في الربع النهائي مش يجيك في النصف النهائي ولا النهائي. كانت مقابله تعبت على جزئيات صغيره. الفريق الرجاء كان تقريبا عنده شوطين كان متميز فيهم. الاهلي ذاك كيف خبرته القيمه الفرديه نتاع اللاعبين نتاعو بحسن ادارته للاوقات كما قلت لك المهمة في وسط المقابلة خلاها اللي كانوا تعدى من نصف النهائي. طيب الرجاء زي ما حضرتك تحدثت انه في مرحلة تكوين وبناء جديد، تجربتك حتى هذه اللحظة مع فريق الرجاء شايفها تجربة للمستقبل ستثمر بنتائج جيدة؟ وقت نشوف اللي كانوا أي مشروع وقت في الفرق الكل سون دي سيكل يعني تجي فترات اللي الفريق يكون في اوج العطاء نتاعو ويجني العديد من الالقاب وتجي في وقت اللي كون نهايه جيل ولا مغادره العدد كبير من اللاعبين المؤثرين في الفريق. هذا هو بالنسبه لحال الرجاء اللي جدد 90% دخلوا فيه لاعبين شبان، دخلوا فيه لاعبين اللي جايين من فرق اللي مش متعودين يلعبوا
ضغوطات بتاعت كل 3 ايام مقابله وشامبيونز ليج، في العديد من اللاعبين يلعبوا لاول شامبيونز ليج ليهم. طبيعي اللي كانوا الخطوه الاولانيه باش تكون صعيبه، لكن الفريق قاعد يتطور، الفريق قاعد يعمل في خطوات مهمه، اللاعبين قدموا في وقت قصير وصلوا لمستويات محترمه. المشروع هذا يلزمه يواصل على مستوى التطور، على مستوى التدعيم، خاصه كان الموسم هذا رجاء خدم في ظروف صعيبه وصعيبه جدا على المستوى الكل. ما يجي حتى شيء بالسهل، ما يجي حتى شيء بالصدفه. كله يجيب التحضير، كله يجيب العمل المتواصل، وخاصه بالاستقرار واستخلاص الدروس على مستوى الاخطاء اللي صارت وعلى مستوى المراحل اللي جايه، شنو المقومين نتاعها وشنو هو الادوات اللي لازم تكون موجوده باش الفريق سيرتو المحطه الثانيه تكون ناجحه. اكيد الرجاء عنده المقومات اللي يرجع يلعب على الالقاب اذا يواصل سيرتو التطور نتاعو والظروف نتاعو تتحسن على المستويات كله. عظيم. هل ترى من وجهه نظرك ان النادي الاهلي حسم صعوده للمباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا بعد الفوز ذهابا على الترجي بثلاثيه نظيفه؟ بص صحيح قطع صوت كبير للترشح، لكن ما زلت مقابله العوده في الكوره ما تنجمش تقول وقت انتصرت في الشوط الاول تقول فزت بالمقابله ولو انت عندك اسبقيه. ترجي لعب ناقص العديد من اللاعبين نتاعو، ناقص في مقابله الذهاب اهم لاعب هو الجمهور ما كانش موجود. ترجي فريق الان صحيح في مهمه صعبه، لكن ترجي مجروح والفرق الكبيره أخرى تكون مجروحه اكيد باش تعمل رده فعل قويه. هل صن داونز الناحيه الاخرى فرط الوداد في مباراه الذهاب مع نقص عادل صن داونز، وصن داونز قد يحسم ايضا تاهل في جنوب افريقيا للنهائي؟ مقابلة الذهاب كانت فيها ظروف معينة، مقابلة الإياب باش تكون مقابلة مغايرة على المستوى الكل. ما فما حتى نتيجة تقول مسابقة، ما فما حتى فريق عنده أسبقية. الوداد فريق عنده تجربة في الشامبيونز ليج في النسخة الفارطة، عنده لاعبين أصحاب خبرة، صن داونز فريق متكامل قوي على أرضية ميدانه. وخط 90 دقيقة زوج فرق عندهم نفس الحظوظ باش يتعدى نصف النهائي. عظيم جدا. كابتن منذر، هل فاجأك أداء النادي الأهلي بعد دور المجموعات؟ يعني النادي الأهلي في دور المجموعات لم يقدم أداء كبير، هل فاجأك في ربع النهائي وأيضا في نصف النهائي أداء النادي الأهلي المغاير لدور المجموعات؟ كي نتابعوا الاهلي في السنوات الفارطه ديما في دوري المجموعات يبدا بنفق بطيء، بنفق تصاعدي نظرا للرسنامة اللي عنده في التوقيت هذاك، في العديد من المقابلات في كاس العالم السنه هذه صارت في التوقيت نفسه، في فدايس في شهر مارس، وعدد المقابلات اللي لعبوها في الفتره هذيك كبير جدا، يخلي اللي كانوا التركيز ينقص في دوري المجموعات، ولو هما عارفين اللي كانوا عندهم الامكانيات باش ترشحوا في النسخه هذه تعدوا بصعوبات، لكن في الاخر عرفوا كيفاش يرجعوا. المستوى صحيح تطور من مقابله لمقابله، لكن كي ننظروا في الفرديات ولا ننظروا في الاسلوب على مستوى لي بلون دو جو، يعني على مستوى الاختيارات التكتيكيه، من فريق عنده اكثر من انيماسيون، يعني اكثر من تنشيط، فريق يعرف يلعب عالي، يعرف يلعب بكتله متوسطه، يعرف يلعب بكتله قريبه للحارس نتاعو، والتحولات نتاعو تحولات سريعه وناجعه قويه على مستوى التنويع في الهجمات نتاعو، ويلعب على الاطراف الكل، يلعب يسجل على تسديد من بعيد، يسجل على ثنائيات على ثلاثيات، يعرف يحضر من جهه ويكمل الهجمه في جهه ثانيه على الكرات الثابته. عنده لاعبين دوليين ممتازين، يخلي كونه اكيد باش يكون عمين وتطلع على المسابقه وتمشي للادوار الاقصائيه والنهائيه، اكيد الخبره وعامل
سورتو لا فالور يعني الامكانيات الفرديه والجماعيه تعمل الفرق، يخلي اللي كانوا عنده اكثر شانس اكثر حظ باش يلعب الادوار الاولانيه ويمشي لبعيد. عايز اسالك على لاعب تحديدا، اكيد طبعا اشتغلت معاه مع المنتخب التونسي، كابتن علي معلول، المستوى الذي يقدمه مع النادي الاهلي في هذا الموسم وكل المواسم السابقه، رايك فيما يقدمه علي معلول مع النادي الاهلي؟ علي مردود غزير مع الاهلي، تقريبا هو اللي سجل 44 هدف في المسيره نتاعه مع الاهلي، يعني يفوت العدد هذا اكثر من مهاجمين اللي لعبوا، إضافة ميدانية كبيرة على المستوى الهجومي، على مستوى الدفاع، على مستوى التحضير. نقول اللي كانوا النادي الأهلي والمنتخب التونسي محظوظين اللي عندهم لاعب بقيمة علي معلول. بالتأكيد. طيب كابتن منذر، آخر سؤال لحضرتك، لو سألتك من هو المرشح الأول في رأيك للفوز بدوري أبطال أفريقيا على ضوء المستويات المقدمة من الأربع فرق؟ الأربع فرق عندهم المقومات للفوز باللقب، للرأي المقومات الإمكانيات الفردية في المجموعة، الإمكانيات الجماعية، الفكر الجماعي، تشوف فريق اللي كانوا عنده آليات على مستوى ضغط العالي، عنده آليات على مستوى بلوك با يعني كتلة منخفضة ثم تحولات سريعة، عنده النضج، عنده لاماتوريتي يعني الإمكانيات التكتيكيه الفرديه والجماعيه، عنده التاريخ، عنده جمهور، عنده خبره، الاربع فرق تتوفر فيهم مقومات باش يفوزوا باللقب. كابتن منذر، هل ممكن نشوفك في المستقبل ان شاء الله موجود مع احد الفرق المصريه مديرا فنيا كبيرا؟ والله صارت تخرجت من المنتخب في 2022، يناير 2022 كان في اتصالات، وصلت شوط كبير، كنت قريب باش نلتحق بالدوري المصري. الجزئيات ما نحبش نرجع لها بعد ما تمتش. جاء العرض نتاع فرق، عديد من الفرق، بعد اخترت الرجاء. اليوم تقريبا قريب باش نعمل سنه لهنا. اكيد فيه اتصالات من بعض الوكلاء. اليوم انا مركز على نهايه الموسم مع الرجاء، ان شاء الله نقوموا بنتائج في نهايه الموسم تليق بالرجاء والجماهير نتاعها. طب يعني ده افهم منه ان حضرتك ده اخر موسم ليك مع الرجاء، ولا انت مستمر مع الرجاء؟ بالنسبه لي انا اللي كانوا تركيزي لنهايه الموسم، في حال يوفى الموسم ان شاء الله بخير بنتائج، بعدين ننظر للمحطه القادمة، إن شاء الله المحطة القادمة تكون ريفريشي، يعني تكون فيها فكر وفيها فيها سورتو اللي أنا بالنسبة لي أنا تكون تحدي، وفيه نسبة كبيرة نتاع ظروف النجاح. هذا أهم شيء. ربنا معاك كابتن منزل الكبير، مدير فني النادي الرجاء المغربي، المدرب التونسي الكبير، واحد من أفضل المدربين العرب في الوقت الحالي. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.